ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة تدريبية سي تأتي مواضيع، مثل قلنا الدهرجة، دهرجة مهمة في كرة القدم ويعطوها أهمية. أنا من الناس اللي أوصي أنه لا تعمل الدهرجة بطريقة يعني تقليدية جدا، اعملها بالدي لكن بالسي، حاول أن تربط الدهرجة بحركات أخرى أو بمهارات أخرى. في التمرين السابق وضعناه هو دحرجة ومناولة للزميل والانتقال خلفه بركض سريع وهرولة، يعني عملنا شيء مرتبط بالدحرجة. بعد الدحرجة اللاعب ما يتوقف وانتهى الأمر، لابد من أداء بدني أو فني. هذا واحد. جينا من المدرب اللي عليه واجب الدحرجة يقدر التمرين السابق يطوره، فبدل من الدحرجة والمناولة والانتقال خلف المجموعة يعمل دحرجة مناولة جدارية مربع المستلم، فيدحرج يعطي للمستلم، المستلم يهيئ الكرة للجانب، يهاجم الكرة المدحرج يرجعها للمستلم ويروح خلفه، بينما المستلم يبدي بالعكس. فنبدي بكرتين، كل كورنر بها 5 إلى 4 لاعبين. زين، يستمر التدريب فيدورون اللاعبين على كل المربعات، تمارين ممتازة. الآن ضفت للدحرجة مناولة جدارية، وهاي تتكتر وتتكرر ولا تعزل هذا الدمج بين المهارات. إياك بالسي اعزل ما مشكلة، لكن بالدي، لكن بالسي شوي في تقدم في الفعالية. من تروح للبي يصير أدفانس، من تروح لأي مور أدفانس. زين، من تروح للبرو بروفيشنال، يعني بروفيشنال أنت ما تحتاج هاي الأشياء، لا كتعليم أقصد وليس كتدريب، فأنت تروح إلى مواضيع أخرى أكثر تقدما. هذه تمارين جيدة أنا أعتبرها. عندك فعالية أولى، عندك فعالية ثانية، وإذا كنت أنت تريد تبدع الفعالية الثالثة عملها تصويب على مرمين، تحط مرمى هنا ومرمى هنا وحراس اثنين، وبعد المناولة الجدارية يصوب اللاعب، فتحتاج كرات عند كل اللاعبين. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحة والعافية، كما أذكر بأن تدريب أو المشارك في الدورات التدريبية وعرض الواجب المطلوب من المشارك ليس تدريبا وإنما تعليما. فأنت ما بحاجة إلى وقت كبير من أجل أن تطبق، لا، مختصر يعني 6 محاولات في الفعالية الأولى، 6 محاولات في الفعالية الثانية يكفي. هذا مبدئي. أنا أشوف ناس شفت يعني مع الأسف وهو خطأ المحاضر أنه يكون يدربون كأنما يدرب فريق هو. أنت ما تدرب فريق، لما تروح للفريق دربه حسب توقيتات الوحدة التدريبية. أما في الدورات التدريبية فدائما اختصر، اعطي الفكرة، شوف، اعطي نقاط التدريب، كرر عدد معين، ضع أوبشن آخر وتوكل على الله. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا إن شاء الله يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.